أين ممكن أن تذهب لتريح أعصابك؟ أخذها من عندك مصطفى، قل لي. المناطق السياحية. المناطق السياحية، المصايف السياحية. نعم، المصايف السياحية موجودة، ولكن هي ليست أعلى احتمال. خلينا نشوف بشار. منتزهات. ها؟ منتزهات. المتنزهات. والمتنزه. المتنزه. إذا تفضل أخ مصطفى إلى مكانك، تفضل أخ بشار. خلينا نجي مع عائلة ديول ماي ونسألهم هذا السؤال. أين ممكن أن تذهب لتريح أعصابك؟ غرفتي الخاصة. ها؟ غرفتي الخاصة. غرفتك الخاصة؟ خلينا نشوف. الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة به هو. خطأ. خلينا نشوف، لربما هناك أماكن أهم. أسامة. شاطئ البحر. شاطئ أمام النهر. شاطئ النهر. أو شاطئ البحر إذا أكو بحر. خلينا نشوف. نعم موجود. وعلا. مدينة الألعاب. مدينة الألعاب. الخطأ الثاني. عائلة الرفاعي. هسة تفكرون، هسة تتشاورون، هسة تتفقون بعد الخطأ الثاني. الخطأ الثالث راح نجيكم، راح نسأل أول واحد والثاني واحد والثالث، وأنت تجاوب فيما إذا تأخذ الإجابات أو جواب من عندك. طيب بشار. مطعم. أين ممكن أن تذهب لتريح أعصابك؟ يعني تروح المطعم حتى تأكل. خلينا نشوف. المطعم. خطأ. والخطأ الثالث. ونروح بالحالة إلى عائلة الرفاعي. الرفاعي. التقاء بالأهل. اللقاء بالأهل. ويونس. التقاء بالأصدقاء. الالتقاء بالأصدقاء. ونوار. التقاء بالأهل والأصدقاء. هسه الآن سمعت إجاباتهم. لقاء أهل وأصدقاء. واحدة منهم. لقاء الأهل. لقاء الأهل. يريح أعصابك. أكيد. خلينا نشوف. لقاء الأهل. نعم موجودة. لقاء الأهل في بيت الأهل. إذن خلينا نشوف باقي الاحتمالات الموجودة شنو. سبعة. بلد جديد، واحد يروح يسافر حتى يريح أعصابه. أربعة. الطبيعة إضافة إلى النهر أو البحر. اثنين. زيارة شخص مقرب، يعني أروح ممكن إلى ابن عمي أو ابن خالي حتى أرتاح يمه، هو أقرب الناس إلي. إذن 80 نقطة لدولماي و224 نقطة للرفاعي.